بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المزارعين والمهندسين والمهتمين بشؤون الزراعية وخصوصا البيوت المحمية. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى عايز أتكلم في موضوع بيشغل بال الكثير من الإخوة المهتمين بالبيوت المحمية. السؤال ده تقريبا والله بيتسأل لي شبه يومي، يعني هل ممكن نقيم بيت محمي على أرض طينية؟ هو في الحقيقة أو القاعدة العامة بتقول إن أنا بفضل الأراضي الرملية عن الأراضي الطينية. وبنقول ليه بنفضل الأراضي الرملية عن الأراضي الطينية؟ لأن باختصار شديد البيت المحمي عبارة عن مكان مغلق، تمام، وبالتالي كونه ان هو مكان مغلق فبالتالي التهوية بتبقى بسيطة فيه. فقصة ان التهوية بسيطة فيه ده هو بيخلينا نروح، لأن الأراضي الطينية دايما بتحتفظ بالمية فيها لفترات طويلة، وبالتالي البخر من النبات والبخر من التربة والنتح من النبات الاثنين بيزودوا لي الرطوبة بتاعة البيت المحمي في الأراضي الطينية، وبالتالي زيادة الرطوبة داخل الصوبة أو داخل البيت دي التوأم بتاعها هي عملية الأمراض الفطرية، سواء كانت الأمراض الفطرية دهيا على المجموع الخضري مثل الندوات أو البياض الدقيقي أو البياض الزغبي أو ما شابه ذلك أو عفان الثمار وخلافه، أو بتسبب لي أمراض على النمو الجذري سواء كانت عفان جذور أو الزبول، أمراض الزبول أو موت البادرات وخلافه، تمام؟ طيب، عشان أقيم بيت محمي على أرض طينية، هل الكلام ده يا جماعة بيكون صعب؟ هو في الحقيقة يعني مفيش مستحيل، بس في صعب، الصعوبة موجودة الصعوبة، ولكن الاستحالة طبعا أي إنسان عنده إرادة ما بيؤمنش باستحالة أي شيء يعني مهما كان، تمام؟ فعشان إحنا نتكلم في قصة البيوت المحمية تنفع في الأراضي الطينية، تنفع بس ليها متطلبات. المتطلبات ده هي بتكون لازم يكون عند حضرتك علم، ولازم يكون عندك فن ونشاط وإمكانيات، تمام، وإرادة. لو العوامل دي توفرت فيك إذن أنا بتنبأ لك بأنك يكون عندك مشروع محترم وناجح، تمام؟ فعشان ننشأ البيت المحمي قلنا المتطلبات بتاعتك أن يكون عندك إرادة ويكون عندك نشاط ويكون عندك علم ويكون عندك فن ويكون عندك إمكانيات إلى حد ما. بالنسبة لقصة الإمكانيات ما احناش عايزينك يعني عندك مال قارون، ولكن احنا بيتطلب ان انا يكون عندي اقدر لو اتكسرت حتى في زرعة اقدر اقاوم واروح واقدر ازرع زرعات تانية. طيب، متطلبات ان انا بقى ازرع بيت محمي في الاراضي الطينية يكون ناجح، ايه اللي المفروض يكون موجود عندي، تمام؟ اول حاجة باختيار المكان بتاع الارض نفسه، اختيار المكان بتاع البيت المحمي نفسه، بحيث ان المكان يكون مستوي بسوى الارض اللي حواليه، ماشي،
ما يكونش المكان دون الأرض اللي حواليه، وبالتالي الصرف بتاعه هيكون رديء. لا، أنا عايز الصرف بتاع المكان اللي أنا هعمل فيه يكون صرف جيد جدا. إن الأرض برضو ما يكونش فيها أي عيوب من عيوب القلوية والكلام ده. أنا بتكلم في أرض يبقى أرض طينية، وأرض طينية من الأراضي اللي هي القديمة اللي هي بتاعة دلتا النيل. ما روحش بقى في أرض غادقة أو أرض فيها مشاكل وأقيم عليها المشروع المحمي. أرض طينية يبقى أرض طينية محترمة زي أرض دلتا النيل عندنا في مصر. تمام. طيب، إن برضو الأرض بتاعتي تكون خالية من النماتودة، ما يكونش فيها النماتودة، لأن أنا غير مؤمن تماما بقصة إنك من الأساس تقيم مشروع على أرض موبوءة بالنماتودة وتقعد تعالج من أول زرع أو أول دورة ليك، تقعد تعالج. الكلام ده مش مظبوط. الكلام ده أنا مثلا لو أنا أقمت المشروع، أوريدي أقمت المشروع تمام، وفيه نيماتودة ظهرت بعد 5 سنين 6 سنين 10 سنين، ما فيش اي مشكلة في دي، بقى انا اعالج، انا اعمل ايه، انا حطيت المشروع وخلاص. اما ما ينفعش من الاساس خلاص ارض موبوءة بالنيماتودة وتقيم لي عليها المشروع. تمام. رقم 3 يا جماعة، ان انا الارض بتاعتي لما احب اقيم المشروع، البيت بتاعي ما يبقاش كبير. البيت بتاعي ما يبقاش كبير، بمعنى برضو البيت بتاعي ما يكونش مثلا 69. 69 دي 60 متر دي كبيرة جدا يا جماعة. تمام. فأنا لو عملت 49 مثلا أو أقل من 40 كمان يكون أفضل. ليه؟ عشان المجرى بتاع سريان الهواء بتاع التهوية من الباب البحري أو الباب الشمالي للباب الجنوبي بتبقى المسافة ضيقة أو صغيرة، وبالتالي التهوية بتبقى في البيت كله كويسة. ماشي. أما أنا لو عملت 69 فهلاقي في مشكلة عندي. المشكلة دي بتتلخص في إيه؟ المشكلة دي يا جماعة تتلخص في إن ال 60 متر كبيرة، فبالتالي التهوية في تلتين البيت من ناحية الشمال، من ناحية الشمال هتكون كويسة، الهواء بيكون في التلت الجنوبي بيكون ضعيف جدا التهوية. من المفترض يعني ده المفروض يكون البيت المحمي في الطول أقل ما يكون، يعني قلنا الأفضل يكون 9 في 40 أو 6 في 40، ما فيش أي مشكل خالص. تمام. أما 60 متر فأنا بعتقد إن هي بتكون مزعجة شوية في عملية التهوية طبعا. تمام. بعد كده يا جماعة، عشان أروي الأرض بتاعتي، يبقى أصمم شبكة الري بتاعتي إن هي تكون في حدود بين النقاط والآخر، يكون في حدود 50 سنتي. تمام. يكون في حدود 50 سنتي زي ما حضرتك شايف كده، 50 سنتي، ما فيش حاجة يكون 20. أنا هنا حاطط 20 بس، أنا هنا عندي أرض رملية يعني عايز 24 ساعة مية، ما فيش مشكلة. هناك بقى لابد يكون 50. أهو النقاط أهو، وده النقاط التاني أهو، فالمفروض تكون 50 سنتي. تمام. دي المسافة بين النقاطات. ليه 50 سنتي؟ انا مش عايز ميه كتيره. ما تقوليش بقى 40 و30 و25 والكلام ده كله. انت عندك المسافات بين النقاطات تبدا من 20 لحد 50. تمام. فاحنا طبعا ما بنتطلبش الكلام ده. في عندك 20، في عندك 25، في عندك 30، في 40، في 50 سنتي المسافة بين النقاط والآخر. فإحنا عايزين المسافة بين النقاط والآخر في البيوت المحمية المقامة على الأرض الطينية لا يقل عن 50 سنتي. تمام. بعد كده حاجة مهمة تاخد بال سيادتك منها خالص، اللي هي إيه؟ اللي هي هتبدأ النقاط بتاعي لا يقل التصرف بتاعه عن 50 عن 2 لتر ساعة، وما يزيدش عن كده. 2 لتر ساعة كويس جدا جدا جدا. تمام.
ما اجيبش نقاط مثلا 4 لتر او 6 لتر او 8 لتر، الكلام ده كلام مش مظبوط يا جماعه وما ينفعش في الاراضي الطينيه، تمام؟ واحد يقول لي انا عامله ناجح، انت حر في اللي انت تعمله، احنا بنتكلم في مشروع فعلا يكون ناجح، لان احنا عندنا بسم الله ما شاء الله عندنا ايه سياسه الخلاف، يعني المهم ان انك تختلف معايا وخلاص. الاختلاف ظاهره صحيه، ولكن انا بقول وجهه نظر معينه، واللي بيسمعها طبعا بيسمعها، واللي عنده راي تاني مفيش اي مشكله خلاص، نحن نرحب بجميع الاراء يعني. فاللي بنقوله ان النقاط بتاعي يكون 2 لتر. ليه 2 لتر؟ عشان اخد راحتي في التسميد يا جماعه. انا النهارده بسمد مثلا في 5 دقائق او 10 دقائق، ال 10 دقائق لو عندي نقاطات 25 او 40 او 50 مثلا في التصرف بتاعه 4 لتر، هلاقي الارض كلها اتضربت ميه، تمام؟ فدي قصه وحشه جدا جدا جدا، هتؤدي لامراض فطريه، وامراض فطريه انا اعتقد بياض زغبي لو نزل مثلا في ارض طينيه مزروعه بالخيار اعتقد ان هو يشيل النبات كله او يحرق للورق، وطالما حرق للورق او قضى على الورق فالورق هي مصنع الغذاء، لا فيه ثمار ولا فيه نمو خضري ولا فيه نبات من اساسه خالص، تمام؟ فبنقول ان نقاط التصرف بتاعه يكون 2 لتر، المسافة بين النقاط والاخر لا تقل باي حال من الاحوال عن 50 سم، تمام؟ لابد من استخدام الملش اللي هو البلاستيك اللي بنغطي بيه المصطبة اللي انت شايفها دي، بيبقى من هنا لحد الناحية التانية كده متغطي، ما فيش الا بس دايرة هنا حوالين النبات بيبقى طالع منها النبات ده هو، وبتبقى كلها عبارة عن ملش، تمام؟ تغطية الملش ده هو بيمنع لظهور الحشايش ده، هي ما فيش حاجة اسمها حشايش، تمام؟ لان اللون بتاعه بيبقى اسود فبيبقى عامل تظليل، والتظليل طبعا بيقضي لي على قصة الـ الحشايش دي خالص، تمام؟ كمان الملش لو في ثمار مثلا في الاول كده بيحميها ان هي تلتصق بالميه اللي هي في التربه ديت، وبالتالي ممكن تعفن. الملش بيعمل على تدفئه منطقه الجذور دهيت، لان هو اساسا في دفى هنا ماشي، بيدفيها لي، تمام؟ فبيزود لي في الانبات، بيزود لي قصدي في النمو بتاع النبات نفسه، فدي طبعا كله فوائد الملش. بس احنا بنحطه في الارض الرمليه الطينيه علشان حاجه واحده بس، ان هو يقلل لي البخر اللي طالع من التربه ديت، البخر الميه اللي طالعه من التربه ديت بيقللها لي ويحفظها لي تحت تحت البلاستيك اللي انا حاطه، فبالتالي بتقل الرطوبه في البيت المحمي. لاحظ ان انا كل كلامي ان انا عايز اقلل الرطوبه، مشكلتي هي الرطوبه، تمام؟ فدي قصة البيوت المحمية في الأراضي الطينية. طيب في سؤال برضو بتسأل على طول، طب أنا النهاردة عندي أرض طينية وإنت بتتكلم دايما في برامج تسميد، تقريبا التسميد بيبقى شبه يومي، تمام؟ نعمل فيها ايه؟ انا قلت لك حط نقاط 2 لتر ساعة، بمعنى انك تاخد لو هتدي نص ساعة يبقى هو مش هينزل للنبات غير لتر واحد، تمام؟ لو هتدي ربع ساعة مية هو مش هينزل الا نص لتر للنبات، كده انت بتقدر تتحكم في النبات، في بتقنن كمية المية اللي نازلة للنبات بتاعك، وحتى لو اراضي رملية برضو التقنين بيبقى بحاجة زي كده، تمام؟ السؤال ان انت بتقول البرامج دي، طب انا محتاج اروي كل يوم عشان اسمد اللي انت بتقول عليه؟ لا انا ما بقولش كده، انا ما بقول بتكلم على الاراضي الرملية، تمام؟ طب لو اراضي طينية بقى وانا مش هقدر اروي كل يوم اعمل ايه في المشكلة العويصة ديت؟ ما تعملش حاجة خالص، هو كل اللي مطلوب من حضرتك انك انت هتروي يوم ويوم، بس هتعتمد اعتماد كلي وجزئي على قصة التسميد الورقي، تمام؟ قصة الايه؟ التسميد الورقي. حاول في الشتاء بالذات، لان الارض حتى الرملية ما بتتطلبش كميات مية كتيرة، وبالتالي احط كميات التسميد فين؟ لاحظ ان الجدر دايما بيبقى في حالة الجو برد، والجدر طبعا الحركة بتاعته او الابتيك والامتصاص بتاعه ما بيكونش زي الصيف، فبنحاول بقدر الامكان يا جماعة ان احنا في الوقت ده بالذات بنحاول نستعين بالتسميد الورقي
وعلى الأقل مرتين في اليوم. طيب، والتسميد الورقي بيعتمد لي على قليل من الأحماض الأمينية، لأن الأحماض الأمينية هي مش كل حاجة، ولكن بنركز على NPK، النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم، في مركبات بتكون نقية وبتكون في صورة ميسرة للنبات. ما يكونش الأحماض الأمينية أنا بنشط بيها، إن كان إن سيتوكينين للجذور زي المركب بتاع الكلباك ده كويس للجذر، يعني لو عندك بيت صغير ممكن تحط له ربع كيلو كل أسبوع بنشط لك الجذر شوية. وبنحط العناصر سواء الصغرى أو الكبرى. الأحماض الأمينية لو رشيتها مرة كل أسبوع ما فيش مشكلة، بتنشط لي برضو قصة النمو الخضري بتاعي، تمام. ولكن ليس الاعتماد كلي وجزئي على الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية يا جماعة احنا بنرشها، أو المركبات اللي بيجيبوها الإخوة بتوع التسويق ويقول لك ده تزود لك الإنتاج 50% و25%، الكلام الغير علمي أو غير واقعي بالمرة. الأحماض الأمينية وغيرها احنا بنستخدمها في وقت معين، في بنستخدمها في وقت معين وبكمية محددة أو معينة. بمعنى برضو ان انا عندي استرس في الحرارة، عندي مشكل في البرودة، عندي حد رشة غلط مثلا وسقطت لي الأوراق أو وقفت لي النبات نتيجة تسمم أسمدة ولا حاجة، ببدأ أحط الأحماض الأمينية عشان تنشط النبات وتطلعه من المشكلة اللي هو وقع فيها. ولكن كتغذية النبات لازم يحتاج ال 16 عنصر بتوعه، إذا ما تحطوش فأنت المركب الإسباني وده ياباني وده تشيكوسلوفاكي والقصص الحمضانة اللي بنسمعها دي كتير، دي الكلام ده منوش طائلة اساسا يعني، تمام. بل ان الاسراف في استخدام المركبات دهيت هيدي لك الى مشاكل في النبات، او هيبقى في حجم لا يعبر عن القوة الحقيقية بتاعة النبات. بمعنى ان انت رشيت 3-4 مرات منشطات كسيتوكينين ولا اوزينات ولا احماض امينية حرة، والنبات ابتدى يجري قدامك مفيش تزهير في نمو خضري، ليه ما بعبرش على زي يا جماعة في الاولمبياد كده لما تلاقي لاعب ابتدى ياخد منشطات. هو خد المنشط ليه؟ خد المنشط في الفترة اللي هيقام فيها السباق بس، وبعد كده بيرجع للوضع الطبيعي بتاعه تاني أو القوة الحقيقية بتاعته تاني. دي مشكلة. في مركبات بيتصحن فيها جيبريليك أسيد، بيطحنوه وبيطفوه فيها، ده موجود ده في السوق، مش موجود ولا أنا بألف يعني، تمام. بتطحن مركبات بيتطحن فيها جيبريليك أسيد، بتحطه للنبات، بتلاحظ جري في النبات بعد كده بنوم. ليه؟ عامل زي الإنسان اللي أدمن المخدرات، تلاقيه نشيط أول ما ياخد الجرعة بعد كده بتبدأ الكمية بتروح من عنده، فبيبدأ يرجع للحالة بتاعته تاني، تمام. هي دي مشكلة زي اللاعب قلت اللي بياخد منشطات في لعبة في اي لعبة في الأولمبياد، عشان كده دايما يعملوا بيكشفوا على اللاعب قبل ما بيدخل. ليه؟ لان اللاعب لو خد المنشط ده هوت فده ما بيدلش على القوة الحقيقية بتاعة اللاعب. هو النبات طالما بتحط له الحاجات دي ده ما بيعبرش على القوة الحقيقية بتاعة النبات، لحد ما تيجي للمحصول وتلاقي المحصول طبعا مش مظبوط بالمرة. فديت الخطورة من إضافة الحاجات دي. أنا ما بقولش الحاجات دي أن احنا منضيفهاش، أنا بقول نضيفها في وقت معين ولظروف معينة يا جماعة، تمام. وإذا أضفتها حتى تلاقي في شركات محترمة أقول لك لا يستخدم المركب في أقل مثلا من شهر أو خلال أو ثلاث أربع أو مرتين أو ثلاثة في خلال موسم النمو، دي شركات محترمة وبتحترم المركب بتاعها. في حد تاني يقول لك لا 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 ارمي الكلام ده، مع أنه كان ممكن يكون في شركة قبل كده وعنده مركب وبيمدح فيه، تاني يوم يسيب الشركة دي ويروح للشركة التانية يقول لك لا 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 ده المركب ده أفضل. الكلام ده طبعا احنا عايشينه وشايفينه، فاحنا عايزين بس من الإخوة يكون فيه واقع بس ايه، او يكون مصداقية في تناول الانفورميشن او المعلومة، تمام. بس يعني فدي كانت قصتنا مع البيوت المحمية. يتطلب من حضرتك دراية ويقظة إذا كنت عايز تقيم بيت محمي على أرض طينية. أنا تحت أمركم في أي حد ليه استفسار عن أي شيء عن إقامة البيوت المحمية على أراضي طينية. في ناس هتقول إحنا أقمنا ونجحين وبنعمل،
هو والله ممكن يكون خسران، بس للأسف الشديد يعني دايما احنا يعني كلامنا ما بيعبرش عن الواقع. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع يعني. فدي كانت قصتنا مع إقامة البيوت المحمية على أراضي طينية أو أراضي قديمة. يا ريت لو في أي سؤال أنا تحت أمركم في أي وقت. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.